إن عدم انتظام الدورة الشهرية هو أحد الأشياء المزعجة بالنسبة للنساء، فقد تتأخر عن موعدها، وقد تأتي قبل موعدها، وقد لا تأتي إطلاقاً لفترة طويلة. وتعد حبوب دوفاستون لتنظيم الدورة والحمل من الأدوية الهرمونية التي تعتمد تركيبتها الأساسية على عنصر نشط يسمى ديدروجستيرون، ويعتبر ديدروجستيرون من الهرمونات الصناعية التي تشبه في عملها هرمون البروجستيرون الطبيعي. ولذلك فإننا سنوضح في هذا الفيديو كل ما تحتاجين معرفته عن دواء دوفاستون ودوره في تنظيم الدورة الشهرية. يتم وصف حبوب دوفاستون في حالات اضطراب الدورة الشهرية، وهناك طريقة للاستخدام الصحيح لها، ولكن قبل أن نذكر طريقة استخدام حبوب دوفاستون لتنظيم الدورة الشهرية، دعونا نؤكد أنه لا يجب تناولها إلا بإذن الطبيب. ويمكنك تناول حبوب دوفاستون من اليوم 12 من بداية الدورة الشهرية حتى اليوم 25 من بدايتها، قرص صباحاً وقرص مساءً، ثم توقفي عن تناوله للسماح للدورة الشهرية بالنزول، ويتم أخذها بنفس الطريقة لمدة 6 شهور. تحتوي حبوب دوفاستون لتنزيل الدورة الشهرية على مادة الديدروجستيرون، وهي المادة المسؤولة عن نزول الدورة الشهرية وكذلك تثبيت الحمل. ويتم نزول الدورة الشهرية بعد الانتهاء من تناول حبوب دوفاستون بأسبوع كحد أقصى، حيث يحتاج الرحم بعض الوقت لكي ينظم الدورة الشهرية. وفي أحيان أخرى لا تأخذ الدورة وقتا كثيرا حتى تنزل، فمن الممكن أن تنزل بعد 2 أيام، ومن الممكن بعد 5 أيام، وربما تمتد لأسبوع. ولكن إذا لم تنزل الدورة الشهرية بعد 7 أيام من تناول حبوب دوفاستون، لابد من استشارة الطبيب أو إجراء اختبار حمل ضروري، لأن السبب في ذلك بشكل كبير يكون الحمل. ومن الأخطاء المنتشرة استخدام حبوب دوفاستون بغرض توقف حالات النزيف المهبلي، وهذا الاستخدام خاطئ جدا ويؤثر سلبا على الرحم، حيث تستخدم حبوب دوفاستون لتنزيل الدورة الشهرية وليس لوقفها، وذلك في حالة عدم انتظام الدورة أو انقطاعها تماما، وهذا بعد العودة للطبيب. في النهاية من الأفضل تناول دواء دوفاستون قبل أو بعد تناول الوجبة، ويجب تناول هذا الدواء بالجرعة الصحيحة المحددة من قبل الطبيب المتخصص، وقد يصفه الطبيب للنساء اللاتي يحاولن الحمل، حيث أن ارتفاع مستويات هرمون البروجستيرون يعمل على تسهيل عملية الحمل، ولكن جرعة زائدة من هرمون البروجستيرون يمكن أن تؤدي إلى العديد من الآثار الجانبية.